الجوع والعطش وأشعة الشمس كلها لم تمنع الجزائريين من الاستمرار في مسيرات رحيل رموز النظام. البعض توقع أن يتكسر الإصرار عند حاجز الصوم ويأفل نجم المسيرات بسلميتها حين يهل هلال رمضان، لكن الرد كان في ساحة التظاهر. أربع جمعات من رمضان لم يخفت فيها صوت المتظاهرين وإن جفت حناجرهم، وأثبتوا أن الصوم والإفطار سواء عندهم عندما يتعلق الأمر بموعد الحرية. عدة الحراك 15 جمعة، منها أربع في رمضان أجهد فيها مشروع الخامسة وتمديد الحكم وسقوط شيء من البقات، ليفتك المتظاهرون مطلبا جديدا في الشهر الفضيل هو إلغاء رئاسية الرابع جويلية. رئاسيات تبحث عن موعد كما يبحث الحوار عن من يجالسه لحل أزمة الخروج منها لن يكون إلا والجزائر تكتسي ثوباً جديداً.